تتجه إلى ملعب استاد البيت بالخور للي استضافت مباراة هامة وقوية بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم بدولة قطر الكل اللي يريد مشاهدة المباراة اذا ما عليك علي فضل التطبيق زر اللايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديوهات الاخيرة لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم سوف تلعب في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيت وسوف تنقل تدار المباراة على قناة بين سبورت ماكس واحد والريالية تي ان تي الناقل الحصري لهذه المباراة تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب المغربي لكي يفوز على المنتخب الفرنسي والمرور الى نهائي كأس العالم بدولة قطر